هالإيجابية الموجودة بحياتنا لازم نحافظ عليها، ولازم نسعى نبحبش ندور على الإيجابية حتى نضلنا نحن مستمرين بحياتنا. دكتور مايكل، في موضوع قانون الجذب، هل هناك في بعض أشخاص مؤيدين لهذا الموضوع وأشخاص غير مؤيدين؟ ولكن من يقرأ بكتب التنمية البشرية بشوف موضوع قانون الجذب ماخذ مساحة كتير كبيرة، حتى بنشوف اللايف كوتش الموجودين على اليوتيوب على المواقع بشكل عام عم بيحكوا عن قانون الجذب. هل بالفعل قانون الجذب يؤثر بحياتنا؟ لأنه بالفترة الأخيرة أخذ مساحة كتير كبيرة من كتاب التنمية البشرية، حتى اللايف كوتشز الموجودين على اليوتيوب بالمواقع عم يتحدث عن هذا القانون، بجذب لنا الأشياء مع قوة تفكيرنا. بص، هو قانون الجذب يعني الناس اللي هي مش عارفاه، هو فكرة ان انا لما بفكر في حاجة كأني عامل زي الانتنة، الافكار بتاعتي اللي انا بفكر فيها بتبقى زي اشارات بتتبعت للعالم، والعالم بيبتدي يستجيب يعني ويبعت لي حاجات انا بفكر فيها. فلو انا على فكرة قانون الجذب بس كده هي الصورة المصغرة منه، لو انا بفكر في فكرة ان انا عايز عربية معينة، فانا كأني ببعت اشارات للعالم، فالعالم هيجيب لي العربية دي بأي صورة او باخرى. صح. هي القصة دي كلها ممكن نقول ان فيها جزء كويس، او يعني فيها جزء يعني بيمشي فعلا يعني، او شغال بجد، وهي مش فكره بقى اللي هي الاشارات او الحياه بتبعت لي اشارات، بس هو فكره قانون الجذب اصلا اتعملت يعني لما نابليون هيل عمله في كتابه الاول ثينك جرو ريتش او فك تصبح غنيا، وبعد كده راح تروان طبعا حطيته في كتاب ذا سيكريت. الفكره الاساسيه ان انا لما بركز في حاجه قوي، لما بحط دماغي في هدف معين، فانا كده بفوكس عليه بشكل كبير قوي. يعني كاني مثلا ايه، انا نحط اكزامبل، انا دلوقتي مثلا في ثانويه عامه وعايز اجيب 100%، فانا حطيت في دماغي انا هجيب 100%، هجيب 100%. فالفكره دي كل ما انا بقيت مركز عليها او فوكس عليها تخليني يعني تخليني اذاكر مثلا من غير ما اكون بتعب. لازم تشتغل عليها او تكون بالظبط بشتغل عليها. وعلى فكره ده اتقال جوه الكتاب، سواء الكتاب بتاع رواندا بايرن او بتاع نابليون هيل، ان لما انا يكون عندي الفكره بتاع قانون الجذب، العالم هيبتدي يرمي لي فرص، وانا محتاج اني استغل الفرص عشان بس اساسها تو ريليس، يعني انه تطلقها، ما ضلك مهووس فيها. يعني بمعنى يعني اساس القانون الجذب انك يعني تطلق امنياتك للعالم بدون ما ضلك مهووس فيها في مخك، انا بضلك عالق. بالظبط، كان فيها ثلاث افكار، ان انا افكر فيها بشكل كبير قوي وافكر في كل الديتيلز، وده ممكن يسميه فوكس سيستم قوي يعني انا بركز. وتاني كان تاني قانون يعني، او كان شرط عشان اشتغل قانون الجذب، ان انا يكون عندي هابي ايموشنز او مشاعر اللي هم بيسموها الهاي اروزل ايموشنز، او المشاعر اللي هي مشاعر الفرحه او مشاعر الاكسايتمنت او مشاعر كويسه ايجابيه يعني، تمام. وده هيأثر ان انا اخد اي اكشن يعني، او هيأثر يعني ان انا ادور على اي حل لاي مشكله كانت موجوده. وتالت حاجه اني يعني استغل كل فرصه العالم بيقدمها لي عشان في الاخر اوصل للحاجه دي. طيب. Which is يعني لو احنا فكرنا فيها بالشكل المسطح ده، ما هو ده برضه على فكره اللي احنا بنعمله في الاهداف، بغض النظر سميناها قانون الجذب او حاجه تانية يعني.